داود ترجي والزمالك هي مباراة نظرين صعبة طبعا طبعا وعمليا صعبة الترجي صعب بس الزمالك برضو المفروض فريق صعب نبدأ بنقاط قوة الترجي اللي المفروض الزمالك يتجنبها في هذه المواجهه وبعد كده نشوف نقاط الضعف اللي المفروض الزمالك يستغلها. طيب خلينا نقول ان مباراه نادي الزمالك قدام الترجي مباراه مهمه جدا لاظهره <applause> نادي الزمالك لان فريق الترجي وكعاده فرق شمال افريقيا فرق خطيره جدا في العرضيات وبدون كلام كتير خلينا نشوف الحالات الكتير جدا لنادي الترجي وخطورته في العرضيات اللي بتشكل خطوره كبيره جدا وخاصه كمان على العرضة البعيده يلا نعرض الحالات على طول يا جماعه حالات كل الحالات دي بالمناسبه حالات انتهت باهداف دي حاله كرة عرضية ناخد بالنا من الراجل اللي على العرضة البعيدة لوحده تماما الكرة بتروح للعيب اللي على العرضة البعيدة عشان يشكل خطورة والكرة تنتهي بهدف لو استعرضنا باقي الحالات بالنسبة لنادي الترجي هنشوف برضو نفس القصة من ناحية الشمال وناحية الشمال دي مهمة جدا لأنها بتضم بن أهم وأفضل لاعب في نادي الترجي خلال الموسم الحالي وبن حميدة الظهير الأيسر مستواه أفضل من أي لاعب في الترجي خلال الموسم الحالي كرة عرضية هتتلعب على العرضة البعيدة خلينا نكمل اللقطه ونشوف مش ما راحتش حتى للراجل ده ده راحت اللي في الناحيه العكسيه مم. تماما لوحده تماما فري مان حر تماما بيسدد الكوره بترتد من الحارس جوه منطقه الجزاء ترجي بيسجل من هدف لو نستمر في باقي الحالات من نفس المباراه كان في حاله تانية هدف تاني من الترجي كره عرضيه المره دي من الناحيه اليمين خلينا نشوف الحاله وصلت لفين الكوره الراجل بيخش عارف. جوه في قلب منطقه الجزاء بيسجل منها هدف ممكن كمان لو استمرينا في باقي الحالات دي حالة هدف اللي فاز بيه الترجي في الثواني الأخيرة قدام المريخ العرضية ملعوبة من نص الملعب يا كريم نفس القصة على العرضة البعيدة هتروح للعيد من نادي الترجي كمل الشغل هيلعب الكرة هيحولها مرة تانية جوه منطقة الجزاء الحارس هيفشل في التعاون معها كثافه كثافه كمان واللي اللي, اللي سجل بمجرد. الهدف اللعيب الاخير الكرة تروح للاعيب اللي في الاخر اللي آه سجل الهدف الصوف. ده آه. قلب الدفاع توجاي آه. اللي سجل هدف الترجي ضد المريخ قلب الدفاع توجاي وده نقطه الكثافه اللي انت اتكلمت عليها مظبوط يا كريم ان يعني الزياده العادية معموله من قلوب الدفاع اللي كملنا الكرة هترجع مره تانية في الكرة توصل لتوجاي قلب دفاع نادي الترجي عشان يسجل منها الهدف دي نقطة الخطورة الأولى بالنسبة لنادي الترجي اللي سجل منها عدد من الأهداف وهي الكرات العرضية تاني حاجة التسديدات من خارج منطقة الجزاء خطيرة جدا 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 جدا, جداً للترجي خلونا نبدأ نستعرض اللي احنا شايفينه ده دي أماكن تسديدات الترجي في آخر خمس مباريات خلينا نشوف ان الفريق ده 43% دي دقة تسديداته مش من جوه منطقة 18 ولا من الزون 14 ده من بعد الزون 14 كمان يعني من بعد القوس دقة تسديداتهم شاطوا 14 كورة ستة منهم اون تارجت بين الثلاث خشبات دقة 43 لما نخش على حدود قوس ال 18 شاطوا 24 كورة تسعة دقة 38 وفي الاخر جوه منطقة الجزاء شاطوا 28 كورة منهم 17 اون تارجت لكن الشيء الأهم بالنسبة لنا التسديدات اللي من خارج منطقه الجزاء ان فريق يكون دقته 43% ده رقم كبير جدا في صوره تانية لو استعرضناها للتسديدات نفسها بقى اللي احنا شايفينه هنا النقطه الحمراء دي الاهداف اهداف الترجي في اخر خمس مباريات خلينا نشوف يا كريم ثلاثه منهم من بره منطقه الجزاء النقطه الحمراء النقطه السمراء العاديه دي كوره اون الاكس دي اوت اوف تارجت فاحنا بنتكلم مم ان ثلاث تسديدات ثلاث بالظبط ثلاث تسديدات كانوا او ثلاث كرات سجل منهم الترجي اهداف خلينا نستعرض اخر كرة للهدف اللي قدر يفوز بيه الترجي التسديده دي من حمد الهوني اللعيب اللي معمول عليه السبوت الاحمر كرة هنا دي قدر يسجل منها حمد الهوني هدف الترجي لدرجه ان الجون نفسه مش ظاهر قدام يعني تخيل الراجل شايف المكان بعيد جدا وده الهدف اللي فاز بيه الترجي عظيم جدا هروح بقى ليك ابراهيم لنقاط ضعف الترجي اللي ممكن يستغلها نادي الزمالك عشان الوقت ما مننا نقاط ضعف الترجي اللي ممكن يستغلها نادي الزمالك ان شاء الله زي ما داود شرح ان نقاط القوه هي الكرات العرضيه فنقاط ضعف الترجي برضو الكرات العرضيه لكن في تحديدا في المنطقه اللي حوالين منطقه الجزاء مش جوه منطقه الجزاء بس الترجي دايما بيغفل مراقبه اللعيبه اللي حوالين منطقه الجزاء لو استعرضنا على طول ال الحالات نعل نعل على طول. عشان عشان نشوف معانا بص يا كريم دي كره ثابته بص دايما دايما في اي كره ثابته على الترجي هتلاقي في لعيب واقف قدام منطقه الجزاء لوحده تماما يعني الكره دي لو مررت لي هيبقى لوحده في حاله تسديد كل لعيبه الترجي مركزه ان هم يكونوا داخل منطقه الجزاء فدايما بيكون في لاعب حر والكره دي هنشوفها كتير معانا دلوقتي نكمل الحاله اللي بعديها ادي كورنر في لاعب واقف هنا حمد الهوني واقف مع مع لاعب الكره دي ارتدت فعلا من دفاع الترجي للاعب اللي واقف على قوس منطقه منطقه الجزاء وسدد الكره لكن كانت خارج المرمى لكن برضو نفس اللاعب واقف لوحده تماما تماما بدون اي رقابه من لاعيبه الترجي اللي مركزين على التمركز داخل منطقه الجزاء ودي نقطه مهمه جدا جدا نادي الزمالك يقدر يستغلها في الكرات الثابته والكرات الركنيه اللاعب الحر اللي بيبقى موجود قدام منطقه الجزاء الحاله اللي بعديها هنا كره كريمه مرتده من ضربه ركنيه في لاعب بص يا كريم واقف فين في منطقه خطيره جدا جدا بدون اي رقابه من لاعبي نادي الترجي لو كره مررت له هتكون فرصه هدف محقق لشباب بلوزداد في الحاله دي الكره اللي بعديها بص هنا يا كريم دي كره عرضيه من ناحيه الشمال لشباب بلوزداد دايما لاعيبه الترجي بيدخلوا دايما ناحية قوي ن... جونهم على طول بيتحركوا صح. فده دايما بيسيب مساحة آه على حدود منطقة الجزاء أي كرة عرضية أرضية للي جاي من ورا بتكون خطيرة جدا والكرة دي فعلا اتلعبت عرضية أرضية للاعب اللي عليه السبوت ده وجت في ال... في العرض بعد الكثافة لعيبة الزمالك في منطقة الجزاء كده عشان بقالهم كتير لعيبة نادي الزمالك ما عندهمش الكثافة هي دي النقطة المهمة جدا جدا التكملة الهجومية اللي جاية من ورا من سواء سيف فاروق جعفر اللي هيلعب أو لاعب الوسط الثاني لازم نشوفه إن هو مكمل ورا المهاجم بال... باللقطة دي عشان لما المهاجم ياخد المدافع ويدخل المساحة دي مهمة جدا عظيم. جدا التسجيل. و بعد. بعد كده دي الحل... الحاجة التانية كريم اللي الترجي ضعيف جدا جدا فيها هوير الارتداد الدفاعي الترجي ضعيف جدا 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 في الارتداد الدفاعي بعد ما بيخسر الكرة وهو طالع في الحالة الهجومية دايما بيبقى فيه مساحات كبيرة جدا جدا في دفاعات الترجي هنا هنشوف في واحد في واحد في الشاشة اثنين ثلاثة اربعة اربعة على ثلاثة بس في الحالة الدفاعية من نادي الترجي ودي كانت هجمة مرتدة خطيرة جدا جدا لشباب بلوزداد وارتداد الترجي ضعيف جدا ولازم الزمالك يستغل ده خصوصا ان الزمالك المفروض فريق متفوق جدا جدا في التحولات الحالة اللي بعديها نفس الكره دي واحد اتنين على ثلاثه هجمه مرتده سريعه اتلعبت بكره طوليه وصل شباب بلوزداد لمنطقه الجزاء فنتمنى الزمالك يجيد الـ التحولات السريعه اللي كان بيعملها الموسم اللي فات. برافو عليك انا للاسف معايا 30 ثانيه. مش مش هكتر كتير عن كلام ابراهيم الحاله الوحيده اللي لو ع... استكمالا لنفس, آه. لنفس النقطة ان الفريق اللي الترجي زي ما انت كنت تتكلم يا كريم بيزيد بكثافه هجوميه كبيره جدا الهجمات المرتده عليه خطيره جدا زي ما كان بيتكلم ابراهيم اللقطه دي الحاله الوحيده او الفرصه الوحيده اللي قدر يصنعها المريخ قدام الترجي من قلب الملعب مساحات ما بين قلوب الدفاع والمناطق الارتكاز عند الترجي خطيره جدا لو استمرينا بالحاله دي الباص واضح جدا وباين مكشوف لكل الناس لكن لما نستمر نشوف اللقطه هنلاقي آه ان لاعب الترجي لاعب المريخ هرب بالكوره ودي كان اللاعب الترجي أكبر ان هو يشد من القميص ويمكن كمان خد فيها انذار اللي كان في حكم تاني كان ممكن يديله فيها كارت احمر فانا شايف ان اللعب في عمق في عمق دفاع نادي الترجي خطير جدا ودي مهمه اتنين السفين بتوع نادي الزمالك سيف جعفر هو اللي يخرج الكوره وسيف الجزيري انه هو يتحرك من قلب دفاع الترجي الله عليك حلو الزمالك <applause>